قوات سوريا الديمقراطية تحرر حصن هرقل التاريخي في الرقة. القوات العراقية تحرر 85% من الزنجيل وتصل إلى باب سنجار. وفيات الكوليرا تتجاوز 700 حالة في اليمن. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. إذ حررت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حصن هرقل التاريخي الواقع على أطراف مدينة الرقة معقل تنظيم داعش، كما دارت اشتباكات عنيفة داخل مدينة الرقة بين قوات سوريا الديمقراطية وأفراد داعش، تمكنت خلالها قوات سوريا الديمقراطية من التقدم إلى داخل المدينة من الجهة الشرقية. باتت قوات سوريا الديمقراطية قريبة جدا من تحرير مدينة الرقة وطرد تنظيم داعش من أهم معاقله في سوريا. تأتي هذه المعركة استمرارا لحملة غضب الفرات التي كبدت التنظيم خسائر كبيرة وفقد السيطرة على مساحات واسعة وبات شبه محاصر داخل مدينة الرقة شرق سوريا. طبعا هذه هنا مدينة الرقة كما تظهر على الخريطة. جبهات القتال الرئيسية التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية هي من الجهة الشرقية وكذلك من الجهة الغربية. من الجهة الشرقية تقدمت هذه القوات ودخلت إلى أحياء، حيث تدور اشتباكات عنيفة داخل مدينة الرقة من الجهة الشرقية وتحديدا في حي المشلب، إذ تحاول قوات سوريا الديمقراطية إجبار داعش على التراجع داخل المدينة وربما الانسحاب إلى خارج المدينة، وذلك خشية على المدنيين وخشية من استخدام داعش للمدنيين كدروع بشرية. طبعا هذه الجهة الثانية هي الجهة الغربية التي تقدمت منها قوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية أيضا ناشدت الأهالي والمدنيين داخل مدينة الرقة الابتعاد عن مقرات ومواقع تنظيم داعش والابتعاد عن أماكن الاشتباكات، وذلك حفاظا على أرواحهم. كما ذكرنا طبعا هذه المنطقة الشرقية، الجهة الشرقية لمدينة الرقة، حيث تدور الاشتباكات الأعنف داخل المدينة في حي المشلب، وهو ما طبعا بعد ساعات من انطلاق المعركة نجحت هذه القوات في دخول حي المشلب. وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن تنظيم داعش لجأ إلى تفخيخ المنازل وتفخيخ الأحياء لتأخير قوات سوريا الديمقراطية في التقدم وطرد داعش من هذه المدينة التي تعد أهم معاقل التنظيم في سوريا. في العراق أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودة تحرير قواته ل 85% من حي الزنجيلي ووصولها إلى باب سنجار على مشارف مدينة الموصل القديمة في الساحل الأيمن. وأشار جودة إلى أن القطاعات تتقدم بحذر شديد إثر قيام أفراد داعش بتلغيم المباني والمنازل والشوارع وأعمدة الكهرباء وعجلات المواطنين، كما تحصن قناصتهم في المساكن المأهولة بالأسر. بينما تستمر العمليات العسكرية العراقية لتقترب ساعة بعد أخرى من الموصل القديمة حيث يتحصن مقاتلو داعش، ترك أفراد هذا التنظيم وراءهم عددا من الشواهد على جرائمهم التي ارتكبوها ضد الإنسانية، من بينها سجن في حي 17 من تموز اعتقلوا فيه معارضيهم وأسرهم ومارسوا ضدهم أبشع أنواع التعذيب. مراسلنا وسام يوسف والتفاصيل. في كل زقاق وشارع من المناطق التي تم تحريرها حديثا غربي الموصل، ترك مقاتلو داعش شاهدا على جرائمهم ضد الإنسانية. فهذا السجن الذي اعترت عليه القوات العراقية مؤخرا في حي 17 من تموز، كانت رائحة جثث ضحايا التنظيم هي التي قادت قوات حرس تينوى إليه. يعني هذا من اساليبهم الاجراميه اللي لاحظناها، لانه المعتقلين باللحظات الاخيره اثناء نفوذهم بنفسهم وتركهم للمعتقلين اللي يقتلون ويقتلون والباقي يعلقون يحرقون المنطقه اللي مثل ما يقول بداخل السجن. هي ايضا موجوده داخل السجون وهسع جثث موجوده داخلها. عند دخولنا السجن الذي يقع في قبو اسفل هذا المنزل انبعثت رائحه جثث متروكه
في إحدى الزنازين بين الأنقاض، وعلى 2 من الجثث 3 كانت هناك آثار التعذيب والبشاعة بائنة. حاولنا الخروج من المكان، لكن صوت أحد المقاتلين العراقيين جعلنا نكمل توثيق هذا المكان، حيث عثرنا على زنزانة أخرى خاصة بالنساء. هاي كلها زنزانات. وين سجن النساء؟ ممكن نروح على سجن النساء نشوفه. موجود في هذا القاطع؟ هاي سجن خاص بالنساء. كان اكو اطفال داخل السجن بالتاكيد. هاي امهاتهم ويا امهات سجينات. السلاسل الحديدية والاصفاد موجودة هنا في هذا السجن بشكل ملفت، كما ان السجن مجهز بكاميرات مراقبة. وفيما يبدو ان داعش خصص هذا السجن للاشخاص الذين كانوا يعارضونه هم وعوائلهم. اذ عثرنا ايضا على سجن انفرادي في نفس هذا المكان، وما زالت ملابس السجناء مترامية هنا وهناك بالإضافة إلى أواني الطعام. وبنفس السجن يعني هي دعاية، هيك مجرد دعاية بأنه يوصلون النساء عن الرجال. هاي شغلة مشتركة النساء والرجال يعني. غرفة من سجن آخر. نعم مثل ما أنت هسه جاي تلاحظ غرفة منفردة فقط عن الرجال، وإلا هي بسيطرة الرجال. الدواعش هم المسؤولين عنه. بشعة جرائم داعش في هذه المدينة والظلم الذي مارسه داعش على الأهالي الأبرياء لنحو 3 سنوات، هي السلاح الذي استخدمه هذا التنظيم الإرهابي لأغراض بات الجميع يعرفها، وهي إخضاع أهالي الموصل وفرض من خلالها سيطرته عليهم بالحديد والنار. خفضت جيبوتي مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع دولة قطر، كما أعلنت السنغال بدورها استدعاء سفيرها من الدوحة. وقال جيبوتي في بيان لوزارة الخارجية إنها قررت اتخاذ قرار خفض المستوى الدبلوماسي مع قطر تضامنا مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومع دول الخليج والدول العربية. بث الجيش الليبي صورا تثبت تورط قطر في تمويل عمليات على أراضيها، مضيفا أن قطر حاولت أن تلعب بالنسيج الاجتماعي الليبي. وخلال مؤتمر صحفي قال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري إن قطر دعمت متشددين في ليبيا، ودعا المسماري قطر إلى التخلص من علاقاتها مع إيران والجماعات الإرهابية وأن تعود إلى حضن القضايا العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المملكة العربية السعودية تقوم بجهد عظيم ومميز لمنع تمويل الإرهاب. وأوضح ترامب خلال كلمة له في مدينة كونيتكت في ولاية أوهايو، أوضح أن هذه الجهود هي بداية النهاية للإرهاب، وأضاف أنه سيتم مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة حتى يتم القضاء عليه. تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله التأكيد على جهود مكافحة الإرهاب والتطرف. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الزعيمين اتفقا على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتجفيف منابع الإرهاب وحرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة. تلقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث سبل التصدي للإرهاب والتطرف والتحديات الأمنية في المنطقة. وتم خلال الاتصال استعراض عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها. أحييكم من جديد. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 700 حالة منذ 27 من شهر نيسان أبريل الماضي. وأضافت المنظمة أنها رصدت أيضا أكثر من 91 ألف حالة يشتبه إصابتها بالوباء، داعية إلى مضاعفة الجهود من أجل الحد من تفشي المرض. إلى ذلك وصلت إلى مطار عدن الدولي طائرة نقل إماراتية وعلى متنها 50 طنا من الأدوية الخاصة بمكافحة مرض الكوليرا. وكان في استقبال الطائرة وفد من الهلال الأحمر الإماراتي،
إذ أكد أن هذه الأدوية هي الدفعة الثانية بعد أن وصلت الأسبوع الماضي الدفعة الأولى وستسلم لمنظمة الصحة العالمية، وسيتم توزيعها لكل المحافظات اليمنية بحسب الحاجة، خاصة المحافظات التي ينتشر فيها وباء الكوليرا. أعلن المكتب الصحفي لشرطة كييف انفجار عبوة ناسفة ألقاها مجهولون في حرم السفارة الأمريكية في حي شيفنيشكو في العاصمة الأوكرانية كييف، ووصفت الشرطة التفجير بالعمل الإرهابي، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث مشيرة إلى أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا. إلى إيران، حيث ارتفعت حصيلة قتل الهجومين اللذين وقعا في طهران إلى 13 قتيلا ونحو 43 جريح، واقتحم مهاجمون مسلحون ببنادق كلاشنكوف مبنى البرلمان الإيراني، وفجر أحدهم نفسه في الداخل، بينما قامت مجموعة أخرى من المهاجمين باستهداف قبر الخميني الواقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب إيران. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي وبأغلبية ساحقة على تقديم مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران، بينما يعتزم النواب تضمين مجموعة من العقوبات ضد روسيا بذات المشروع. وكانت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس قد وافقت في 25 من شهر مايو أيار الماضي على مشروع القانون الذي يفرض عقوبات جديدة على إيران لقيامها بتطوير صواريخ باليستية ودعم جماعات إرهابية ونقل أسلحة، فضلا عن انتهاكات لحقوق الإنسان. بالتأكيد لم يكن هذا حلم أبي بكر البغدادي عندما أعلن خلافته الباطلة أن يتجه حتما نحو الزوال مع قتل قادة داعش الواحد تلو الآخر. هذه المرة كان دور تركي البن علي. في تحليلنا التالي مشاهدينا سنبين بالبراهين كيف أن قتل البن علي سيؤثر على ما تبقى من دولة البغدادي المنهارة أصلا. تركي البن علي كان أحد كبار الشرعيين المتطرفين في قيادة داعش. بلا شك إن قتله ستكون له تداعيات قاسية على التنظيم، ليس أقله لأنه أتى في أعقاب قتل عدد كبير من أعضاء مجلس شورى داعش في عام 2016، وإنما يندرج في إطار استهداف جديد لأحد الشرعيين المتطرفين عمر مهدي زيدان الملقب بأبي المنذر الأردني، أبو محمد العدناني، أبو محمد الفرقان، أبو عمر الشيشاني، وأبو علاء الأنباري، كلهم رحلوا. من الواضح أن داعش عاجز عن حماية أهم قياداته. خسارة هؤلاء القادة الواحدة تلو الآخر دليل حتمي على أن مصير داعش الحتمي هو الفشل. بالفعل البغدادي فشل في بناء وإدارة خلافته المزعومة، ففي وقت يعيش متخفيا عن الأنظار فإن قادته يستهدفون ويقتلون الواحدة تلو الآخر. وأكثر، قتل البن علي له خصوصية أكبر، فهو صاحب الماضي الغامض، فقد اكتسب صفة المشرع المتطرف عندما كان تلميذا في القاعدة تحت راية أبو محمد المقدسي قبل أن يحول ولاءه إلى داعش وينضم إليه في عام 2014، فبالنسبة لمقاتلي داعش كان صفقة رابحة. البن علي كان من كبار الشرعيين، في الواقع كان معروفا قبل البغدادي، وقد يكون ساهم بتجنيد أشخاص وعزز سعي داعش لترسيخ العنف. اليوم بعد قتله داعش فقد الشرعية الذي يمنح المقاتلين المصداقية. هذا يشكل عقبة كبيرة أمام داعش، بحيث أن قتله لن يفرمل إمكانية تجنيد مقاتلين جدد فحسب، وإنما يشجع المقاتلين الحاليين على الاستسلام والنأي بأنفسهم عن الصراع. البن علي لديه قاعدة كبيرة في داعش بين المقاتلين الأجانب. مصادر ميدانية لفتت إلى أنه وفي أعقاب قتله أقدم العديد من المقاتلين الأجانب على الانشقاق ومغادرة المنطقة عائدين إلى بلادهم بعد توصلهم إلى قناعة بأن ما قام عليه داعش لا يستحق القتال من أجله. البن علي كان يتمتع بحيز خاص لدى البغدادي. معلومات ومصادر مطلعة أكدت أن البغدادي كان مهتما ومعتمدا بشكل كبير على نصائح البن علي، ولعل البغدادي يجد نفسه اليوم في مأزق بعد قتله، ومن المتوقع أن لا يمر قتله من دون أن يرثيه. رثاء آخر قد يصدر عن المقدسي،
البن علي والمقدسي كانت طربيبة، وقد يجد المقدسي نفسه مضطرا للبوح برؤيته للأمور بينهما. أخيرا بلا شك إن قتل البن علي يلغي خليفة محتملا للبغدادي. اليوم مقاتلو داعش يجدون أنفسهم مضطرين للتساؤل من قد يكون بديلا للبغدادي عندما تحين الساعة. داعش سيهزم، فرحيل البن علي سرع من أجل هذه النهاية الحتمية. اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم 3 أشخاص جدد على خلفية التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة لندن يوم السبت الماضي وأسفر عن قتل 8 أشخاص. وقالت الشرطة في بيان لها إن 2 من المشتبه بهم اعتقلا في أحد شوارع ألفورد في الضاحية الشرقية للندن، بينما اعتقل الثالث في منزل يقع في الحي ذاته. يقول أقارب مهاجم مدينة مانشستر سلمان العبيدي إنه خان الأسرة. الوالد وهو أصلا متعاطف مع الجماعات الليبية المسلحة المقاتلة ما يزال ينفي ضلوع ابنه في الهجوم، إلى أن توقيف الشقيق الأصغر للعبيدي هاشم في طرابلس بسبب عزمه القيام بأعمال إرهابية تظهر جليا أن صلات الأسرة المتطرفة تتجاوز وضع سلمان، لا سيما بعد اعتراف الشقيق الأصغر أنه كان على علم بتخطيط شقيقه لهجوم مدينة مانشستر. إليكم تحليلنا. السؤال الجوهري هو من أفراد عائلة سلمان العبيدي كان يعلم بنواياه وفشل في تنبيه وإبلاغ السلطات المعنية؟ هذا يظهر بوضوح تام بأن أحد أفراد العائلة متعاطف ويكن ولاء بغير مكانه، مما تسبب في إزهاق أرواح العديد من الأبرياء. فعندما يجنح أحد أفراد العائلة نحو التطرف وآخرون من العائلة لا يبادرون إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعه، فبطبيعة الحال تكون العائلة مسؤولة عن أي إجرام قد ينتج عن ذلك. فبنظر العالم العائلة بأكملها وليس فقط الانتحاري من تلطخت أيديه بالدم. هؤلاء الذين يتحملون مسؤولية إراقة الدماء في هذا الهجوم الشنيع أكدوا للرأي العام بأنهم غير مسلمين، وضعوا أنفسهم وعائلاتهم في خطر كبير بدعمهم واتباعهم أصحاب الفكر الضال الذي لا يفقه في تعاليم الإسلام ولا معانيه السامحة. غاية الإرهابيين هو تحريف الإسلام، وهذا مرفوض من قبل جميع العلماء المسلمين. فالإرهابيون الذين يدعون الجهاد زورا لم يقوموا بعمل شرير فحسب، وإنما يشتتون الأنظار عن كل الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلمون فيما بينهم وأمام المجتمع والإنسانية جمعاء. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية مشاهدينا لهذا اليوم من صحيفة النهار اللبنانية التي اخترنا منها لكم باور ري، أول غواصة من غير ربان من شأنها صيد الأسماك. جاء في تفاصيل الخبر أطلقت شركة باور فيجن الصينية غواصة جديدة من دون ربان من شأنها صيد الأسماك، وتعمل الغواصة على رصد الأسماك ثم تحديد موقعها قبل أن تجذبها بضوء مدمج وبقطعة طعم معلقة. من الصحة نقرأ من صحيفة الغد الأردنية: آلام البطن المستمرة قد تكون إنذارا بالسرطان. حذرت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان من أن آلام البطن المستمرة قد تنذر بالإصابة بسرطان الكبد أو سرطان القنوات الصفراوية، وأضافت أن الأعراض الأخرى الدالة على ذلك تتضمن فقدان الوزن غير المبرر. ونطالع مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية: أبل تطلق هامبورد. كشفت شركة أبل عن مكبر صوت ذكي اسمه هامبورد يتفاعل مع التوجيهات الصوتية لبث الموسيقى أو إرسال الرسائل الصوتية، لتنافس بالتالي أمازون وجوجل، وسيسوق في شهر ديسمبر المقبل. صحيفة اليوم السابعة المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها: تحديث جديد لفيسبوك لايف يضيف ميزة الترجمة لضعاف السمع. كشف تقرير حديث من موقع تيك كرانش الأمريكي أن فيسبوك يسعى لإطلاق تحديث جديد يضيف ميزة لفيديوهات البث المباشر تسمح للأشخاص الذين يعانون من الصم وضعف السمع من فهم ما يحدث داخل الفيديو.
وختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية، الصين تسعى لإحضار صخرة من القمر. تعتزم الصين جلب صخرة من القمر باستخدام سفينة فضائية، إذ تسعى الصين لإرسال سفينة فضائية غير مأهولة للقمر لتنفيذ هذه المهمة. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا تعرض الرياضيون على مدى سنين الثورة السورية للملاحقة والاعتقال من قبل قوات الأسد، إلا أن تنظيم داعش لم يكتفي بذلك بل كفر الرياضيين وعد الاعتراف واللعب بقوانينها مخالفة للشريعة الإسلامية. في مدينة الباب شرقي مدينة حلب ما زال نادي العدالة يفتقد كثيرا من لاعبيه بسبب ملاحقة أفراد داعش لهم أثناء احتلالهم المدينة، غير أن عددا كبيرا التحق بالتمارين في رسالة تحدي لداعش الذي سبق ومنع كرة القدم في المدينة. يعود نادي العدالة في مدينة الباب شرق حلب إلى التمارين بعد انقطاع دام 3 سنوات وفي نفوس لاعبيه شغف للعبتهم المفضلة. ففي الفترة التي احتل فيها داعش المدينة منع النشاطات الرياضية كلها وحاول صرف أنظار الرياضيين بما يتوافق مع سياسته وأفكاره. كانوا يحاولوا يمنعوا الناس ويطالعون برات جو الرياضة، مثلا برات أي جو، يدخلون في جو الحروب، جو القتل، جو التدمير، جو يعني الأجواء اللي مليانة دماء وأشلاء. يعني مثلا الشباب ياخذون يحضروا مقاطع أو إصدارات لداعش. كان ممنوع هالظواهر هي كلها، تجمعات كروية أو هيك، يعني بالفترة الماضية كانت ممنوعة وكنا نتجنب يعني كتير بسبب يعني ممكن لأي سبب تنسجن تدخل دورة شرعية. مصطفى أحد المواهب الرياضية في مدينة الباب، فقد يده في قصف جوي لقوات النظام واعتقله داعش مرتين لرفضه ترك كرة القدم، ليصبح بعد ذلك ضحية داعش والنظام. يعني ايدي ما بتخليني افكر انه اصير ناقص على رفقاتي، بالعكس يعني لما بشوف ايدي مقطوعه بصير اجتهد اكثر مشان يعني اكون مجتهد اكثر ان شاء الله. هي فكرتي ان شاء الله باذن الله. اعتراض داعش على احكام كرة القدم بداعي مخالفتها الشريعة الإسلامية وملاحقته للرياضيين دفع عبد الجاسم الى مغادرة المدينة خوفا من الاعتقال بعدما حرم ورفاقه من ممارسة اللعبة. بدخول داعش يعني صارت الحياة صعبة، لكن الحمد لله أول دارين الوضع قررت أني أطلع على تركيا تمارس هوايتي هناك أحسن، يعني ما لأني داعش هوني حرمونا من الطابع الخالص يعني. ولعل التقاء هؤلاء الرياضيين بعد تفرقتهم على يد داعش أعطاهم دافعا معنويا للاستمرار بالتمارين وإعادة فريقهم إلى مستواه السابق بعدما كانت كرة القدم جريمة في القرن 21 بنظر داعش. ضمن الأجواء الرمضانية مشاهدينا نختم وإياكم من مصر، إذ تعد منطقة الحسين من أشهر المناطق التاريخية والشعبية في العاصمة المصرية القاهرة التي يتردد عليها كثير من السياح والمصريين على حد سواء. ومن أهم ما يميز منطقة الحسين المقاهي الشعبية المنتشرة فيها، ويتنوع زوارها من كل الفئات والأعمار. وفي شهر رمضان المبارك تكتسب تلك الأماكن طابعا خاصا لدى كثير من الزوار. مراسلنا من القاهرة رمضان المطعني والتفاصيل، نتابع. ما إن تأخذك قدمك إلى مقاهي قاهرة المعزة، تراث يقبع في جنبات شوارعها يحمل من نفحات شهر رمضان الكثير، يفوح منها عبق التاريخ. عشاق يرتادون المقاهي ليكتمل الإطار ممزوجا بسهرات ليلية من بعد الإفطار حتى مطلع الفجر. ما طبعا رمضان ما يعديش إلا بخروجة زي كده، يعني لازما الأجواء اللي هي رمضانية كده في وسط الحسين، بالذات في الأماكن اللي هي الأثرية القديمة، تبقى ليها طبعا جو خاص طبعا في الأسرة المصرية. باجي هنا كل سنة في رمضان، بنتسحر هنا، بتبقى أحلى لمة هنا. مقهى الفيشاوي، تاريخ يتجسد من الملكية إلى عصرنا هذا، أنشئت منذ ما يقارب 220 عاما، لطالما كانت معقلا للرواد وحتى الساسة، حيث محمد عبده ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وجمال الدين الأفغانية تلهمهم ويحاكونها. هو في رمضان دايما بيكون في شكل مختلف للأماكن، وزي دلوقتي احنا في شارع المعز
الدنيا بقى فيه يعني زي ما انت شايف حوالينا حاجات وبتاع وشباب كتير ومزيكا وهزار وكده، ودايما تبقى حتت فيه لمات وناس متجمعه، وبقى في رمضان تبقى الاجواء مختلفه. وحتى الفن يدخل شريكا في نحت الصوره المصغره لتراث القاهره، فيرتاد العازفون هذه المقاهي وتضفي الاغاني التراثيه روح التاريخ الذي يلوح بالافق. انا واصحابي بنتفق كل يوم ان احنا بننزل في المكان المعين، القهوه المعينه، لما ننزل بقى بنقعد نتقابل وبتاع، وانت تسحر فين. لم تكتسب تلك المقاهي قيمتها عند المصريين فقط، فعزوبة المكان ونسيمه الغني يجتذب أيضا الكثير من العرب، ويلتمسون الطاقة الروحية الهائلة التي تعتصم بالمكان. من أمنيات حياتي أجي مصر، لأني لفيت يعني الفار إيست كله، وأول شغلة هي أول مشوار سيدنا الحسين والقهوة الفيشاوي. مصريين بيعيشوا لحظة رمضان والجو جميل جدا، بيعيشوا اللحظة بكل حاجة، يعني بالطقوس الرمضانية كلها. دخلت وأنا جدا أحس بإحساس إنه رمضان، في أجواء رمضانية جدا رائعة. مزارا سياحيا مكتملا يحمل الماضي العتيق ويستضيف الحاضر ليصنع مستقبلا يسمو بالنفس، يقبع في أحضان الحسين والجمالية بنبض خان الخليل وروح شارع المعزة بين العمارة الفاطمية والعثمانية والمملوكية وغيرها. فإن جلست على إحدى المقاهي فقط فإنك وسط التاريخ. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. قوات سوريا الديمقراطية تحرر حصن هرقل التاريخي في الرقة. القوات العراقية تحرر 85% من الزنجيل وتصل إلى باب سنجار. ووفيات الكوليرا تتجاوز 700 حالة في اليمن. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. إذن مشاهدينا أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، كونوا معنا.